Was war denn das? Allah. Diana, الفيو ورايا. Yes. السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه اختبار ديال الكاميرا الخلفيه ديال الام 31 اس اللي كنت ديجا درت ليه ريفيو على القناه. كما شفتوا واللي مازال ما شافوا غنخلي لكم في الاي اللي هنا. مهم، في هذا الفيديو بكل اختصار غادي نصور لكم فيديوهات بالكاميرا الخلفيه ديال الام 31 اس بجوده ديال 4K 30 اطار في الثانيه. هذا هو اقصى ما كيصور هذا التليفون. هذا بغينا نشوفوا وبغيتكم تعرفوا واش التليفون يصلح لكم في تصوير فيديو، خصوصا الا كنتو كتصنعوا محتوى على اليوتيوب ولا انستغرام ولا في اي بلاصه متعلقه بالسوشيال ميديا. المهم كنتو كتصنعوا محتوى، واش يصلح لكم ولا ما يصلح لكم. وحتى انا بغيت نشوف الفيديوهات ديالو كي دايرين. غنحاول نصور لكم بزاف ديال الفيديوهات مختلفين في بلايص مختلفه باش يكون الفيديو ممتع شويه، وفي نفس الوقت بغينا نبدلو السيستم شويه، بغينا نبدلو السيستم. في اغلب ديال الفيديوهات ديالي كما كتشوفوا كنديروا ريفيو كامله للتليفون في الريفيو. دابا بغينا نهضروا غير على الكاميرات. الى عجبتكم بحال هذه الفكره، ملي يكون شي تليفون اللي مثلا متميز في الكاميرا ولا في الجيمنج ولا المهم شي حاجه بحال هكا وبغيتونا نهضروا على ديك الحاجه بالضبط، ديروا ريفيو لديك الخاصيه اللي كيتميز بها التليفون، نهضروا عليها. اكتبوا لي لتحت الى عجبتكم الفكره. المهم هادشي اللي كاين. غنحاول في الاول الفيديو نعرض لكم الفيديوهات اللي صورت، غادي نعدل عليهم في برامج الايديتين، ما غنعدل على الالوان كذا باش يكون شويه ديال الجماليه في الفيديو. وفي الاخر الفيديو غنعرض لكم نفس الفيديوهات كيما صورتهم بالتليفون، يعني ما غاش نعدل عليهم باش نتوما تشوفوا الفرق. طبيعه الحال راه اي واحد فيكم عنده التليفون يقدر انه يصور فيديو ويعدل عليه من بعد. انا بغيت غير نوري لكم النتيجه مختلفه، في نفس الوقت الفيديو يكون ممتع كيما قلت لكم. المهم هادشي اللي كاين، بلا ما نزيد نطول عليكم المقدمه اكثر، اش بان لكم بعدا في المنظر باش نبقاو نصوروا الفيديوهات هنا؟ اش بان لك سمو نعيم؟ واعر واعر، نبقاو نجيو ديما نصوروا هنا. يس علي نور وقت. المهم الانستغرام ديالي تحت الفيديو اللي بغى يشوف التليفونات اللي غنهضر عليهم من قبل واللي مازال ما دوزنا فلاشين، ومنين نكونوا نوجدوا شي حاجه ولا منين يكون شي جديد اللي ما غاش نشاركوا على اليوتيوب. الانستغرام ديالي غنخلي لكم في اول تعليق وفي الوصف ديال الفيديو، وهو فيسبوك لايك كما هي العاده، واشتركوا فلاشين اذا مازال ما مشتركين. وغادي نقول لكم الله يعاون من دابا مع السلامه، حيت غنخليكم مع الفيديوهات حتى الاخر ويكمل الفيديو. انا ما غاديش نبان مازال، غنمشي نصور انا. الله يعاون.
Yeah!